ونحن هون عم نعمل جهدنا لنبعد لاكشمي عن ريشي، بس انت بالعكس عم تحاولي تربيهم من بعض. شو هالحكي كله؟ عم تفكري بقصص مانا حقيقية بنوب، وعم تتخيلي شغلات مانا بالوجود. إذا أنت مقتنعة بشغلات ما فيك تجبري الباقي عليهم. أنا فهمت كل شيء، فهمت اللي عم تحاولي تقليلنا إياه، بس أنت ما عم تفهمي علينا إنه اللي نحن عم نقوله ونفكر فيه بخصوص لاكشمي هذا كله حقيقي. أنا مالي عم أتخيل شيء حماتي، ولا قلت قصص غريبة بالمرة. هي عملت هيك، كيف بدي فهمك إنه لاكشمي وحدة سيئة وعم تخدعنا؟ تخدع؟ ولاكشمي؟ إيه؟ لو لاكشمي كانت عم تخدعنا لكانت هلأ مسيطرة على هذا البيت كلياته، وقادي عم تتأمر عليكم كلياتكم، وكانت لهلأ زوجة ريشي، لأنه ريشي ما كان مستعد إنه يطلقها. شو مفكرة؟ إنه هي كانت خسرانة وقت طلعت من هذا البيت؟ ولا هي اللي تخلت عن انتصاراتها؟ ريشي بالأصل واقف معها وبحبها كتير من كل قلبه، وأنا وفير كمان عم ندعمها، وحتى أيوش بحبها مثل أمه بيعتبرها، وقف معها كمان ودعمها. طيب شو كان في داعي تطلع من هالبيت؟ لو كانت مخادعة عن جد كانت اتطلقت، ومع هيك تركته وتركت وراها كل شيء. هي كان بدها سعادتنا كلياتنا، وصدقتك إنه في جراند مانو منيح، ومع هيك خاطرت بحياتها وكانت مستعدة إنها تتزوجه. كانت رح تضحي بسعادتها كرمالنا نحنا، وإلا هي كان فيها بسهولة تلغي زواجها منه. أنا شو عملت؟ شو عم أعمل بلاكشمي؟ لاكشمي بتضل توثق فيني دائماً، بس للأسف أنا شو عملت فيها؟ كنت عذبها وقول شغلات قاسية كتير وظلمتها كتير وما فكرت فيها. لاكشمي كل عمرها بتفكر فيني، كانت غلطتي، بس مع هيك لاكشمي سامحتني. بس أنا شو عملت وقت هي غلطت؟ عذبتها كتير وقلت لها كلمات سيئة كمان، حتى ما خطر لي إنه لاكشمي ممكن تزعل مني أبداً بحياتي، ما فكرت فيها أبداً. أنا آسف لاكشمي. عندك شي جواب لهذا السؤال؟ ولا ترجعي وبتعيدي نفس الحكي؟ هي محتالة، واحدة غشاشة، بتوقع بين الناس وبتضحك عليهم. انت معك حق ماما، كان كل شي عندها، وحتى كل شي بهالبيت كان ملكها هي، وما كانت مضطرة تطلع ابدا. مع هيك طلعت، وانت حكيك كلياته مزبوط، لانه هي طلعت منتصرة. هاي الاخلاق العالية يا نيلام، مع انه هي عندها كل شيء بس طلعت من هذا البيت، هي هي الاخلاق. وانت يا نيلام بدك تضلك تقولي عن لاكشمي انه هي ما انا منيحه؟ سؤالك هذا ماله مزبوط، طلعت من البيت والقصه خلص انتهت هلا، مفهوم؟ ليش عم ترجعوا تعقدوا الامور؟ هذا تصرف غلط، وبتصرفكم هاد انتوا رح تفرقوا هالعيله، هي العيله رح تتفرق بسببكم انتوا. شو عم تحكي انت يا نيلام؟ بدك تترك العيلة؟ ايه. لاكشمي رح ترجع على هاد البيت، وهاد بيكون قراري النهائي. إذا لاكشمي بترجع على البيت، العيلة رح تتفرق. هاي العيلة بدها تنهار وبسببها. شو هالشبهات؟ شو هالتصرف؟ قاعد عم يبكي مثل طفل صغير، بس هالشي منيح لأنه رح يعطيني فرصة إني أقدر أعبر له قديش بنبسط بشوفته وهو مبسوط، وإني بهتم كتير بسعادته. ريشي شو صاير معك؟ ريشي طلع فيني، ليش هيك زعلان وما عم تطلع فيني؟ أنت ما لازم تضعف ريشي، ليش عم تبكي ومن شان مين؟ بترجاك انت ما لازم تحس بالذنب بنوب، ولازم تنبسط لانك قدرت تنقذ لاكشمي، ما تركتها تدمر حياتها، انت ما تركتها توقع بالغلط. بترجاك لاكشمي صارت هلا من الماضي وانساها ولا بقى تفكر فيها ابدا. ماني فهمان ليش انا ما كنت اوثق بلاكشمي، كان لازم اوثق بلاكشمي. ماليشكا، انا ولا مره فكرت انه لاكشمي بتوثق فيني، كانت بتعرف انه انا عم اقول الحقيقه، ليش ما فكرت فيها من قبل؟ بس وقت حكيت عن فيكرانت
لاكشمي ما صدقت وأنا انصدمت كتير، هذا غلطي. شو عم أعمل؟ لك شو عملت أنا؟ كل شي صار معي، كل شي غلط يا ماليشكا. خلاص ريشي بترجعك، بكفي هيك لهون وبس. لاكشمي صارت من الماضي وراحت بطريقة، ليش ما بتتركها بالماضي وخلص؟ يعني هي راحت تكمل حياتها، لهيك هلأ ريشي اتركها وانت امشي بحياتك. ريشي طلع فيني، أنا عم بعمل كل جهدي كرمال سعادتك وبس، واليوم لخليك مبسوط سمحت للاكشمي تبقى هون. بتعرف ليش؟ أنا عملت هيك منشان تكون سعيد، أنا لهالدرجة بحبك ريشي، لهيك بترجاك بترجاك انسى لاكشمي بقى. ليك ريشي اتذكر منيح إنه لاكشمي بقى يعني هون فترة قصيرة وبس، مو أكتر من هيك، وأنا بقياني للأبد معه ولنهاية العمر، لهيك بترجاك. لاكشمي انساها بقى، إذا بتريد لا تفكر بحياة لاكشمي ولا حتى تجبرها أنها تضل هون، إذا بتريد، لأنه هي بدها تضل هون كم يوم بس لحتى نحن نتزوج وبعدين هي رح تمشي لحالها وإنت رح تخليها تروح أكيد، ماشي؟ رح تضل بعيد عنا، فهمت علي ريشي؟ ماليشكا بكفي. شو يعني العيلة تتفرق ها؟ ليش قلتي هيك كاريشما؟ لأنه هاي العيلة رح تتفرق عن جد. وانتي شو عملتي اليوم؟ بتعرفي شو قالت لي نيلام وقت ريشي قرر يرجع لاكشمي عبيتنا؟ نيلام قالت لي إنه ما بدها إياها للاكشمي، وإذا بترجع لهون هي رح تروح وتترك البيت. ماما عم تفهمي؟ بس ريشي ما رجع لاكشمي، بس هلأ أنتي قلتي لماما، أنتي طلبتي من لاكشمي ترجع، وهلأ نيلام حتترك البيت. آسف مدام، نزلتك هون لأني مستعجل. عادي مو مشكلة. الحقيقة زوجتي مريضة مشان هيك. لا لا ما في مشكلة، هي الإجرة. منيح إنه زوجتك اتصلت فيك، يعني على الأقل قدرت تعرف شو صاير معه، وهلأ فيك توصل بالوقت المناسب لعندك. شكرا مدام. ستي ضغطت علي وأجبرتني أرجع لعندهم على البيت بكرة، بس أول ما يخلص عرس ريشي رح أمشي. عرس ريشي؟ يمكن تكون هي لاكشمي؟ لا